السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب اليوم في معانا قطعة الاندرويد اللي هي من رود ماستر. هذه هي القطعة، طبعا رام 4 ذاكرة 64 كما تلاحظوا. هذا مركبينها الان على شاشة كادينزا وكالة 2021. طبعا في الغالب شاشة الكادينزا ما بتلاقيها، لكن هذا القطعة بتحول لك الشاشة الرئيسية، الشاشة الوكالة، الى اندرويد. بنشوفها الان. طبعا هذا النقطة للاختصارات للرجوع، هذا اليوتيوب اللي بدون اعلانات. طبعا نقدر نشغل حتى قائمتين في نفس الوقت. نشوف الان، هذا شغال اليوتيوب، نقدر نشغل اكثر من قائمة كما تلاحظ. هذا قائمة الاعدادات، ممكن حتى نشغل الخرائط. هذه خرائط الجوجل ماب شغالة معنا، واليوتيوب شغال معنا في نفس الوقت. هذا خرائط الجوجل ماب تشتغل معنا واجهتين، وعندنا برضو خرائط بدون نت. نشوف هنا، عندنا هنا القيمة الرئيسية حق البرامج، عندنا هنا اليوتيوب اللي مع الإعلانات، برضو عندنا هنا المتجر، عندنا عدة برامج، كل شيء. البلوتوث فيها، بلوتوث فيها، مدير ملفات فيها، خرائط بدون نت اللي هي الايجو، نتفليكس، كل شيء موجود عليها. طبعا من هنا بنضغط على هذا الزر، نرجع على نظام الوكالة، نظام الشاشة الوكالة. هذا نظام الشاشة الوكالة، ضغط الزر من هنا على الميديا تشتغل معنا على القائمة حق اليوتيوب، على القائمة حق الشاشة، شغال على ابل كاربلي الان. طبعا الان مجربينها، جربناها على عدة سيارات. هذه اخر سيارة جربناها على الكادينزا. للطلب والاستفسار 0572 973 2، اخوكم ابو لؤي.